شارل بودلير الشاعر الملعون. على هامش الذكرى 200 على ميلاد رائد الحداثة شاعر فرنسي شارل بودلير. مرحبا بكم على قناة إنيفيرساليس للثقافة والفن. يسعدني أن أخصص هذه الحلقة لحديث أدبي محض، حديث أدبي عن شاعر من أعظم شعراء الحداثة، صاحب ديوان أزهار الألم لفلور دي مال، ديوان أثار حافظة المحافظين وشر شارل بودلير المحاكمة. الحديث عن بودلير وحديث عن إنسان عاش القلق كما لم يعيش أحد، لم يعترف به عصره، وانتظر القرن العشرين لينصفه النقد والتاريخ. حياة بودلير حياة بائسة مرتبكة قلقة متخبطة عصبية. كان بودلير يعاني من القلق، بل ويتمتع بنوع من المزاج السوداوي بمواجهة تلك النظرة الساذجة التي أبداها أولئك الذين أعطوا ثقتهم الكاملة وأظهروا حماسا لا حدود له لمفهوم التقدم الذي تمثله الحداثة القادرة على حل جميع المشاكل التي تطرحها الحداثة نفسها. والإشارة في هذا السياق أن بودلير كان يرى أن الإنسان يحمل الكثير من الطباع السيئة، على عكس ما كان يقول به فيلسوف عصره جون جاك روسو. كان بودلير شديد الحرص على أن يعيش حالة تصالح مع عصره الذي يثير قلقه. كان بودلير حداثيا ومناهضا للحداثة في الوقت نفسه. صدر ديوانه أزهار الشر لفلور دي مال لأول مرة عام 1857، ضم 6 أقسام حسب موضوعاتها: السأم والمثالية، لوحات باريسية، الخمر، أزهار الشر، تمرد، الموت. وخلقت طبعته الأولى جدالا كبيرا أوصل بودلير إلى ردهات المحاكم، فتم إصدار طبعات معدلة أخرى سنوات 1861، 1866، 1868. وقال غوستاف غوردان مدير جريدة لوفيغارو بعد صدور الديوان: لقد قرأت الكتاب وهاكم رأيي فيه دون أن أفرضه على أحد، إنه كريه ووضيع يثير القرف والاشمئزاز، ولم أسمع أو أشاهد هذا القدر من الإباحية كما أقرأها هنا لبودلير. فهذه الصفحات هي بمثابة عرض مماثل للشياطين والأباليس والقطط والبراغيث. وكان مدير جريدة لوفيغارو غوستان غوردان تخصص سلسلة من المقالات النقدية اللاذعة ينتقد فيها أزهار الشر. يقول مثلا: عندما يتحدث المرأة عن السيد شارل بودلير فإنه يتحدث عن كابوس، لأن قراءة أزهار الشر التي أتى بها تترك في النفوس كآبة عميقة وحزنا رهيبا. إن هذه الكومة من الجثث المعروضة ببرودة أعصاب، وهذه الأقذار المنبوشة بيدين مشمرتين يجب أن تحبس حتى تتعفن في درج ملعون، وأقصد هنا بالدرج ذلك القبو الصغير التابع للمكتبة الوطنية التي دفن بها الكثير من أمثال هذه الكتب التي يجب منعها من التداول بين الناس. إنه تحريض صريع للفساد والانحلال الخلقي والرذيلة والابتعاد عن مكارم الأخلاق ومقاصد الدين. كان يوم محاكمة شارل بودلير يوما مشهودا في فرنسا. تم اقتياد بودلير كما لو كان ينتظر حكما قاسيا بالإعدام بعد اتهامه بالإخلال بالآداب العامة. ألقى مليئة بالمتعاطفين الذين يرددون أبيات شعره. وعندما نهض محامي بودلير لبدء مرافعته قال: أيها السادة، إذا كان بودلير يصف الرذيلة فإنه يهدف من وراء ذلك إلى محاربتها وإدانتها، وبالتالي فإن نواياه تبقى صادقة وسليمة. طبعا لم يسجن بودلير، لكنه دفع غرامة مالية قدرت ب 300 فرنك فرنسي، وتم حذف مجموعة من القصائد إلى سنة 1949، حيث تم تبرئة بودلير رسميا وأعيد نشرها. سنة 1859 كان بودلير قد كتب رسالة إلى فيكتور هوغو يطلب حمايته، واتخذت الرسالة صيغة استعطاف، طلب فيها منه ما يلي: إنني
أحتاج إليك، إلى صوتك المستبد، إنني أنشد الحماية. لهجة بودلير في تلك الرسالة كانت لهجة الشاعر الهامشي الضعيف الملعون والمهزوم. كانت الحملة ضده في أوجها، وكانت تهم القاسية تكال له ولقصائده الخليعة وشعره السوداوي القاتم الذي يمجد قباحة الجيفة. وهذا عنوان قصيدة له قلبت المفهوم الأخلاقي والجمالي الذي كان سائدا حينذاك. طبعا لم يبخل عليه فيكتور هيغو برسالة حملت بعض الإطراء، ولكن من قبيل المجارات. وصف هوغو بودلير في تلك الرسالة بالعقل النبيل والقلب السخي، وقال له: إنك تكتب أشياء عميقة ومشرقة غالبا. ولم ينسى هوغو أن يذكره بأن غاية الشعر هي التقدم والارتقاء في المفهوم البشري والحضاري. هذه الغاية لم تكن تعني بودلير أبدا، فالشعر في نظره لا غاية له سوى نفسه. وعندما أرسل بودلير إلى هوغو ديوانه أظهر الشعر مع كلمة منه، رد هوغو قائلا: تلقيت أيها السيد رسالتك النبيلة وكتابك الجميل. الفن هو الحق الذي لا نهاية له، وها أنت تثبت هذا. أزهار الشر أزهارك تشع مثل النجوم. أكمل. العلاقة التي كانت تربط بين الأديبين هي من أغرب العلاقات التي يمكن أن تقوم بين شاعرين كبيرين جمعهما نفس العصر، إلا أنهما كانا على اختلاف في الموقع أو المرتبة، وعلى تباعد يشبه القطيعة. ولئن سمي القرن التاسع عشر الفرنسي قرن فيكتور هيغو شاعرها الوطني ولا تفوت مناسبة للاحتفال به، فإن بودلير عاش على هامش هذا القرن الذي لم ينصفه كما يستحق، وكان عليه أن ينتظر بزوغ القرن العشرين ليلمع اسمه واصبح في طليعة المشهد الشعري الحديث متجاوزا هوغو نفسه. كان هوغو بمثابة شاعر السلطة والجماهير، شاعر المنفى والوطن في آن واحد، وكان الآخرون وبعضهم من الكبار أشبه بشعراء السعاليك الذين يدورون حول نصبه الذي ارتفع خلال حياته. وقد بلغ شعره قرابة 4 مجلدات ضخمة. أما نثره الذي توزع بين الرواية والتأملات والنقد فاحتل ما لا يحصى من المجلدات. أما بودلير فلم يتخطى ديوانه أزهار الشر. كان هوغو يتربى على قمة القرن التاسع عشر في فرنسا، وكان بودلير يتوه في هوي ذلك القرن المضطرب، مثله مثل كثير من الشعراء الرومانسيين أو الرمزيين الذين كان بعضهم من المجددين الحقيقيين. كانت صورة هوغو هي الطاغية، وكان شعره هو المثال، سواء في الرومانسية السوية أو في غنائيته العالية أو في ملحميته التي توفق بين السياسة والتاريخ والمورائيات. وكان هوغو أيضا بمثابة الشاعر الكوني، علاوة على كونه الشاعر الوطني من دون منازع، على خلاف بودلير الذي لم يتخطى ديوانه اليتيم أزهار الشر. هيمن فيكتور هيغو على شعراء القرن التاسع عشر وتربع على عرش الشعر، لكنه لم يلبث أن غاب مع انصرام ذلك القرن وبزوغ القرن العشرين. شعر بودلير الذي عاش ومات في الظل وحيدا وشبه مجهول سرعان ما خرج إلى النور شاعرا حداثيا وطليعيا بامتياز. كان ينبغي أن تمر بضعة عقود ليستعيد هذا الشاعر الملعون والبائس والمقهور الحق الذي اختلسه منه فيكتور هيغو، ولكن عن غير قصد. أعلن ديوان أزهار الشر لفلور دي مال ولادة الحداثة لا في فرنسا أو أوروبا فحسب، بل في العالم كله. أصبح بودلير سيد الشعر الفرنسي، وأصبح هذا الديوان أشبه بإنجيل الحداثة الذي عاد إليه الشعراء فيما بعد، وسيظل الشعراء يعودون إليه على مر العصور. وبات الشعر الفرنسي والعالمي يؤرخ بما قبل هذا الديوان وما بعده. كان بودلير حداثي ومناهضا للحداثة في الوقت نفسه، مأخوذا بالحقبة التي كان يعيش فيها، لكنه كان على دراية كاملة
أن كل تقدم يتم تحقيقه سيؤدي بالمقابل إلى خسارة ما، وبهذا المعنى سيمثل بودلير صورتين متناقضتين، فهو مخترع الحداثة ولكن في نفس الوقت مقاوم عنيد لها. أكتفي بهذا القدر في حديثي عن هذا الشاعر العظيم، وقبل أن نفترق أقول لكم انخرطوا في قناتنا إنيفيرساليس للثقافة والفن. إلى اللقاء.